Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد في اللغة الإنجليزية والجت. والجت في اللغة الإنجليزية تحمل معاني كثيرة تختلف باختلاف ما يأتي بعدها. فقد يأتي بعدها in أو out أو up أو down أو on أو off. أو قد يأتي noun أو قد يأتي صفة أو تأتي place. وهذه الكلمات ما تأتي بعد الجت هي التي تتحكم بمعنى الجت. كثير من الطلاب يقولون نحن نواجه مشاكل كثيرة في اللغة الإنجليزية بالذات بالنسبة للكلمات، فالكلمة لا ترسى على معنى واحد، تختلف ونحن لا نعرف نحدد معنى الكلمة. عزيزي الطالب، هناك كلمات كثيرة في اللغة الإنجليزية مثل اللوك، مثل الهاف، مثل الجيت، مثل التك، كلمات كثيرة مثل برينج. هؤلاء الكلمات يتم تحديد معناتهم بما يأتي بعدهم. معنى الكلمة يتم تحديد ما يأتي بعده، يحول المعنى تماما. أعيد وأكرر، لا يعني تصعب الأمر على نفسك وتقول ما معنى الجيت، ما معنى اللوك، معاني مختلفة صعبة لا ليست، وأنا كيف أعرف؟ والبعض يقول لك بالممارسة ستتعرف عليها. حقيقة هذا الكلام خاطئ، ليس بالممارسة، عليك أن تتعرف على ما يأتي بعد اللوك، بعد الهاف، بعد الجيت، بعد التيك، بعد البرينج، بعد هؤلاء الكلمات. ما يأتي بعدهم هو الذي يتحكم في معناتهم، وعليك أن تتعامل مع هذه الكلمة وما يأتي بعدها ككلمة جديدة، مثل كلمة كار وبوك وبين وبنسل وسكول. هذه كلمة أنت حفظتها جديدة، خلاص اعتبرها كلمة جديدة وستنتهي مشكلتك، صدقني. ركز معي، مثلا هنا get in يدخل، get out يخرج، بسيطة. get in يدخل، get out يخرج. get up يقوم أو يستيقظ، get down ينزل، get on يصعد، get off ينزل، get on يصعد الباص أو القطار أو الطائرة، get off ينزل من على القطار أو الباص أو الطائرة. get إذا جاءت بعدها اسم، والأكثر شيوعا ومشهور جدا أنه الجت إذا فتحت القاموس أول معنى سيواجهك هو أن الجت إذا جاء بعدها اسم، مثل اسم يعني مثل car وبوك ومان أو غيره، في معنى يحصل على، receive يحصل على الجت. أما إذا جاءت بعد الجت صفة فمعنى الجت يصبح، تركز معي، إذا جاء بعد الجيت اسم، جيت كار يحصل على سيارة، جاءت بعد الجيت صفة، جيت ساد يصبح، عفوا جيت بعدها اسم يحصل على، جيت بعدها صفة يصبح. جيت تو بليس، جيت جاءت معها مكان، مكان مثل هوم وورك بمعنى arrive يصل. هذه أمثلة ستوضح الوضع لك بشكل أفضل. علي got in the car and drove away. ماضي الجيت هو الجوت، والتصريف الثالث منها جوت. هنا جوتن، طبعا هذه الفروق ما بين البريطانية والأمريكية ليس وقتها الآن ولا تعنينا، يعني أنت أكثر شيء تستخدم هي جيت، جوت، جوت، وهذا يعني كي لا تتخربط بريطاني أمريكي، ركز على شيء معين ودع الفروق. الفروق تدخل الطلاب في نفق يجعله يعني يشعر أن الوضع أصعب. أنا أحفظ البريطاني طيب ولا الأمريكي؟ مش مهم، أنت ركز على الأكثر استخداما وشيوعا هو الجيت، جوت، جوت. علي جوت إن، ما معنى جوت؟ على حسب ما يأتي بعدها كما حدثتكم. إذا كانت إن بمعنى جيت إن يدخل فأصبحت ماضي، علي دخل، دخل in the car and drove، ماضي drive، درايف يقود، هي او تحولت الاي الى او، وساق away بعيدا. علي دخل الى سيارتي and drove away وساق او ذهب بعيدا. مثال على الاوت، a car stopped، سيارة توقفت، and a man got out، ورجل خرج، get out او got out الماضي منها خرج. اذا get in يدخل و get out يخرج. ال get up يستيقظ أو يقوم من النوم. I always get up at 7 o'clock. أنا دائما أقوم من النوم في الساعة 7. Get down. She got down. هي نزلت. Get up يقوم. Got down ينزل. She got down. هي نزلت on her hands. على يديها. On the floor. على الأرض. Get on. كما تحدثنا بمعنى يصعد. I get on the bus. ممكن تقول at 6 o'clock at 7 o'clock أنا أركب الباص الساعة الفلانية. I get off وأنزل من على train القطار الساعة كذا كذا. إذا get on و get off هي مخصصة للصعود والنزول. get يأتي بعدها اسم noun مثل قلنا يحصل على. Did you get my letter؟
هل حصلت على رسالتي؟ طبعا هذا هو الناون، هذا هو الناون المقصود به letter. ممكن واحد يقول مثلا I got a job، أنا حصلت، ماضي get got، I got a job، أنا حصلت على وظيفة. لماذا أنا قلت ترجمت get أنها حصلت على؟ لأنه جاء بعدها job والjob اسم. I got a new car، أنا حصلت على سيارة جديدة، لأنه car اسم أيضا. وهكذا المثال الذي get بعدها صفة، if you don't sleep، if you don't sleep، لو أنت ما بتنام you get tired، أنت تصبح تعبان، أنت تصبح become. إذن الجيت جاءت بعدها صفة لي get tired، والtired هي الصفة، فأصبحت معنى الجيت تصبح. الجيت لما أتي بعدها مكان I usually get home، أنا عادة أصل إلى البيت. إيش معنى الجيت هنا؟ أصل. لماذا أصل؟ لأنه جاء بعدها اسم. إذن أنا أعيد باختصار، ركز على ما يأتي بعد الجيت. إن كان مكان يصل، إن كانت صفة get tired يصبح، إن كانت اسم get letter يحصل على، إن كانت get on يصعد، get off ينزل، إن كانت get up يقوم، إن كانت get down ينزل، إن كانت get in يدخل، وإن كانت get out أو get out يخرج. تعامل مع هذا الوضع كأنها كلمات جديدة، وصدقني ستجد الوضع جدا مختلف. That's all for today. Thank you very much and have a nice day. See you soon. Good luck.